ايه رأيك في ارابيسكلي؟ هي فكرة جميلة جدا إن أنت تاخد واحد من الفيلد بتاع هندسة وتعرفه على الحاجات التانية دي، فكرة جميلة. لا هي فكرة حلوة وهي فعلا بتنفس اللي عربيسك عايزاه، اللي هو التوعية الثقافية والسياسية والاجتماعية فهي فكرته حلوة. بصي، هو أنا حاسة مميزاته فعلا هو مختلف، بيطلعك بره الجو اللي هو يعني تكنيكال. اوكي، بس عيوب مش عارفة، مش حابة تبين دلوقتي. ايه رايك في تراكس ارابيسكلي؟ لا انا عارفه ان التراكس بتاعت سالفت كانت مهمه، ولا انا حبيت انه يبقى فيه التلاته تراكس دول، وعايزه ان هما يبقوا موجودين كمان السنه دي. لو انتوا حابين تزودوا تراكس تانية فده هيبقى حاجه كويسه برضه، الناس يبقى عندها فرايتي اكتر ان هي تختار تحب تشترك فيه. هو انا الصراحه التراكس السنه اللي فاتت كانت عجباني، يعني خصوصا تراك الانثروبولوجي. هي كانت سايكولوجي وبوليتكس وانثروبولوجي. الانثروبولوجي ده كان التراكس اللي عجباني، يعني يا ريت استمر. عايزه تشيك اكتر يبقى ليه علاقه بالميديا، يعني ازاي الدنيا الناس بتشتغل في الميديا والصحافه والتلفزيون والحاجات دي. حاسه الناس محتاجاها ان هي تتعلم اكتر ان الحاجات دي تبقى عامله ازاي.